نعم شيرين، يعني إن يمكن وصف المشهد الآن أمام الكنيسة الإسرائيلي هنا في القدس، يعني يمكن القول بأنه هدوء ما بعد العاصفة. يعني في ساعات الصباح وحتى ساعات الظهر يعني كانت هذه الشوارع المحيطة في الكنيسة مكتظة ومزدحمة في المتظاهرين من الإثيوبيين والإسرائيليين، وكل تنديدا يعني بالقرار بالإفراج عن المشتبه به بقتل الشاب الإثيوبي من السجن المنزلي. يعني هذه الشوارع كانت مغلقة في ساعات اليوم، ولم يكن هنالك أي طريقة للوصول يعني إلى الكنيسة بسبب تعداد المتظاهرين، لكن رغم فتح الشوارع ورغم يعني توقف هذه التظاهرات الآن هنا بالقرب من الكنيسة، إلا أن يعني دوريات الشرطة منتشرة على طول الشارع، وهنالك أنباء تصلنا أيضا من القدس عن وجود بعض يعني التظاهرات المتفرقة هنا وهناك من الشباب الإثيوبيين الذين لا يزالون يعبرون عن غضبهم عن هذا القانون. طيب شام، على مستوى التنظيم، هل هناك توقعات بأن تكون هناك احتجاجات أخرى على غرار ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين في مدن وشوارع إسرائيلية مختلفة؟ نعم، نقطة أخرى شيرين، يعني على الرغم من أن وسائل الاتصال أو وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تذكر شيئا يعني عن عنف هذه التظاهرات ولم تقل بأنه كان هنالك اشتباكات وما إلى ذلك، لكن قالت وصرحت بأن هنالك 7 معتقلين ولربما هنالك أيضا خشية من التصعيد، خاصة بعد التظاهرات العنيفة التي اجتاحت البلاد في الأسبوعين الماضيين، وبعد هذا القرار الذي يصفه الكثيرون في المشحف. يعني أيضا لم يقرر فقط، لم تطلق فقط سراح المحكمة الإسرائيلية سراح المشتبه به وإحالته من السجن المنزلي، وإنما أيضا في الوحدة الخاصة للتحقيق مع رجال الشرطة يعني طالبوا بخفض التهمة الموجهة إلى المشتبه به يعني من القتل إلى يعني بند تم إضافته مؤخرا في القانون الإسرائيلي والذي يصف يعني حالة المشتبه به أثناء ارتكابه الجرم أو العملية، ويعني الذي يفسر بأن هذا هو القرار المرجح والسليم الذي اتخذه وفقا للحالة يعني، وهذا البند يتيح لربما أيضا تسهيلات قضائية تمنح للمشتبه به. وأيضا اليوم في الكنيسة النواب من كحول لافان قاموا بالمساهمة لإجراء جلسة خاصة وطالبوا في إعداد لجنة تحقيق خاصة في هذه الحادثة. Yeah.